اخ يا ربي، اخ يا راسي، شو عم يوجعني؟ اخ يا كلثوم، اخ يا بنتي، شايفه كل هالمصايب اللي حلت علينا بسببك؟ اي ما تحملت يا امي، بالاول ضربوها للبنت وبعدين بعتوها على الضيعه، شو بدك يعني اعمل؟ واذا هداك الشاب عمل لها شيء مو منيح؟ واذا صار اي شيء وقتها كيف بدنا نطلع بوش خالك او نطلع بوش زهره او ليلي؟ والله انتو عن جد تخطيتوا حدودكم. اخ منيح انك انت تجوزتي وخلصت منك، وهلا بس يصير في عندك بنت وقتها رح تفهمي اللي عم نعاني انا وخالك وزهره. اخ يا ربي، انا داخل ايه ورح اطلع لبرا، بلكي بشم شويه هوا فوق. ماشي ان شاء الله طلع بلا رجعه. ألو، نعم، أيسون خانم معي؟ إيه أنا، تفضلي. مين حضرتك؟ أنا سهر، مرت أخوها لفريحة. وليش عم تتصلي بهذا الوقت؟ إذا تضايقتي بسكرها، بس بعد شوي لما تجي الشرطة على بيتك يعني أنت رح تتصلي فيني. شو؟ شرطة شو؟ أنت شو عم تحكي؟ اعتبري حالك ما سمعتي مني أبدا، بس ابنك خطف فريحة بنتنا. كنتوا رح تخلصوا من البنت. عمي ومحمد قرروا انهم يبعتوها على الضيعه مشان يطبوها ويسكروا القصه نهائيا. قام ابنك راح وخطفها بالاستراحه واختفى. هروبنا هذا كثير ريحني من التعب. انت لا ترفضيني وراح ريحك دائما يا سينام. الظاهر انه ما فينا نهرب بدون ما نسكر التليفون تبعنا. هذا من البيت بهيك وقت؟ يعني رح يصير نص الليل؟ والله كتير غريب. الو، نعم، ونال بيك، اجت الشرطة لهون وبدهم يفتشوا البيت. شو؟ لو سمحتي معنا اذن بالتفتيش، لا تصعبي الوضع علينا. انا خبرت اونال بيك، والله بقلعني اذا دخلتوا. يلا بلشوا. ايسون خانم، هلا اجت الشرطه وعم يفتشوا البيت كله. اونال وينه؟ اونال بيك قال خليهم ينتظروني، هلا جايه بس ما ردوا علي وفاتوا كلهم. شو صار؟ ولا شيء. هذا اللي كان ناقص ليكي على هاي البهدلة. لك شو هالبهدلة هي؟ وين مفكرين حالكم فايتين انتو؟ معنا اذن بالتفتيش يا سيد. تفتيش مشان شو يعني؟ جايتنا شكوى اختطاف ضد ابنك. اختطاف؟ شو هذا اللي عم تحكيه؟ طالع هالمرة من هون اونال، ولاقي لي ابني اونال صراف اغلب.
صباح الخير. صباح النور. قديش الساعة؟ ليش؟ أنا لازم أحكي مع بابا بس خايفة كتير. فريحة لا تخلي يومنا يبلش بالخوف. أنا مبسوطة مبسوطة بس هالشي صعب كتير. ما كان لازم أكون مرتاحة لهي الدرجة. كان المفروض فكر بأبي. هلا منصح صيح ومنفطر مع بعضنا ومنتفتل شوي وبعدين انتي ساوي يلي بدك اياه. ماشي؟ رايح اسأل صاحب البيت اذا في محلات قراب من هون. ابن الطبقة المخملية يخطف فتاة. إنه ابن الشخصية المعروفة في عالم الأعمال أونال صراف أغلو، وهو أمير صراف أغلو، متهم بخطف فايا التي هي زميلته في الجامعة. وكانت عائلة فايا قدمت بلاغا للشرطة، وهي الآن تقوم بالبحث عن الشاب. ولم تأخذ أي تصريح من عائلة الشاب ابن الطبقة المخملية. إيه والله انشهرنا. ما كان ناقص غير نطلع بالجرايد. طبقة مخملية تضربوا أنتوا طبقاتكم. أخي يعني على الأقل هن مو ذاكرين اسمها. ليك فاء ويا كاتبين، أكيد ما حدا رح يعرف مين هي. إيه معك حق. ليش في حدا ما أدري باللي صار عمتي؟ بكفي إنه كول فيدان تعرف، والكل بفضلها رح يعرف بالقصة. إيه دخيلك يا ست سهر، خلي الدنيا كلها تعرف. المهم إنه ما في حدا بالضيعة يعرف شي. وخلي مرت عمي زهرة تفكر بهذا الشي. كأنه هي تقبلت اللي صار بكل برودة. يعني لو أنا ما سمعت صوتها على التليفون كنت رح أقول إنه هي ما تفاجأت. أخي ما بدك أعطيك الدواء؟ لا لا ما بدي. أنا صرت منيح يا خديجة. اتصلي بكلثوم وزوجها خليهم يجوا لعنا لنحكي شوي. بس أخي يعني صهرك راح على المخبر وهو عطى إفادته هونيك، شو بده يقول لسه؟ أنا رايح على بيتهم بابا، باخد كوراي معي ومنروح على الجامعة ومنسأل رفقاته. شوف ابني، يعني أنا عم أقول لحالي إنك ما تحكي مع كوراي بيكون أحسن، خايفة إنه يعصب بعدين يتفشش بكلثوم. أساساً كل شي صار معنا كلثوم هي السبب فيه. أنا أختي مختفية هلأ وشو ما بيطلع بيده يعمل. محمد بترجاك خليني أروح معك. سهر عدي مكانك هلأ ولا تطلعي لي. خليه ويزار. طلعي على هاي الصورة.
هذا منو الشاب اللي اجى لعنا امبارح؟ روحي، كاتبين هون انه خاطف البنت. عن جد تفاجأت، عيونه عم يلمع وبعدهم شباب بأول عمرهم. معقول هالشي هاد؟ والله ما عم صدق. معقول هو زرخانه؟ شوف شو كاتبين عنهم هون. وشو بدنا نساوي هلا؟ نحن رح نعمل اللي لازم نعمل. وكانت عائلة فائية قد قدمت بلاغا للشرطة، وهي الآن تقوم بالبحث عن الشاب. فيني قبل ما تنشر هيك خبر يا أوكتاي؟ يعني عن جد ما لقيت حلوة منك بعد رفقت كل هالسنين هاي. هذا الموضوع مسألة خاصة مع عائلة البنت المخطوفة، وهنن أكيد بيكونوا قايلين هذا الحكي لشي مراسل بالمخفر، وأكيد مفبركينا. يعني وبالنهاية هاي المسألة أكيد رح تتوضح، وقت الجريدة تبعكم رح تعتذر، واعتذار مرتب كمان. بالآخر صار اللي أنا كنت خايفة منه. هي البنت دمرت له مستقبله لابني. أنت بتعرفي إنه ابنك هذا عن جد بيستاهل كل شيء عم بيصير معه؟ مفكرة أني مقتنع أني عم بهدل الصحافة؟ ليش ما يكون ابنك خطف البنت؟ خطفها. لك أصلاً ابنك واحد مجنون ولازم يتعالج، هذا مرض نفسي وبده علاج كمان. أمير، بالنهاية بيضل ابني، وانت لا تدور عليه أونار ولا تعذب حالك ابدا. ليك يا ايسون، لك انت ليش هيك ما بدك تفهمني؟ هديك العيله نصبت فخ لابننا مثل ما نصبوا لكوراي كمان. بنت الناطور الحقيره هي اللي ترجت ابني لحتى يجي ويخطفها، وانا متاكده من هالشي، بس انت ليش ما بدك تفهم؟ انا اصلا ما عاد اعرف شو اللي لازم افهمه يا ايسون. ليش ابنك خلى براسي عقل شيء؟ لك انا جاي على بالي، قوم روح هلا على بيت هذا الناطور، اخذ هاي الجريده معي وطعميهم اياها. ايه انا رح اعملها. ايسون شو بدك تعملي؟ الشيء اللي كان لازم اعمله من زمان أونار، وهلا انا رايحه على هداك البيت ورح احكي مع عيله البنت، لأنه عيلة هذا الناطور هن اللي عملوا هالملعوب بابني. صرت متأكدة هلأ بعد قصة الخطف هديك إنهم عم بيحاولوا يستغلونا، بس أنا ما رح أسمح لهم بهذا الشيء أبداً أبداً. آخ يا عيوني أنتي يا بنتي الحلوة، يعني هن كانوا مقررين إنه يفرقوكي ويبعدوكي عن حبيبك، ما هيك؟ يا عمري أنتي. يعني نحن ما بدنا نحطكم بوضع صعب. صعب شو يا ابني؟ شو هالحكي؟ بعدين انا ما بقرا الجرايد. انتوا روحوا انبسطوا وارتاحوا بعطلتكم. شكرا لكم. يسلموا. بخاطركم. مع السلامة، الله معكم. نحن كثير انانيين، ما فكرنا بحدا. وتدخلت الشرطة كمان. هلا بيكونوا عيلاتنا فايتين ببعضهم. والله يفوتوا ببعض وشو ما بدهم يعملوا ما عاد يهمني ابدا. وخلي الشرطه تجي، خليها تجي. بعدين نحن الاثنين راشدين، ما فيهم يعملوا شيء. طيب وشو مشان عيلتك؟ او حتى بابا؟ فريحه ابوكي بعتك على الضيعه. شو نسيتي؟ كان رح يفرقنا. اما عيلتي مو فارقه معي ابنهم. المشكله هن ما رح يعملوا فينا، رح يعملوا ببعضهم. نحن رايحين لعند ناس مانن بهالمستوى يا ايسون خانو. إيه انت مانك مضطر تجي أونال. حاج تخبصي بقى، خلصنا. قبل اسبوع كوراي تزوج هديك البنت، وبعدين بيجي ابني المحترم بيخطف فريحة خانو. هاي العيلة عاملة مثل المافيا،
وأنا صرت متأكدة من هذا الشيء. معقول؟ ما لقوا غيرنا يلعبوا عليهم؟ الحق مانو عليهم بنوب، الحق كله على هذا الحمار اللي بلانا فيهن. يعني أنا بالأول فكرت إنه مشكلتهم هي المصاري، يعني كنت دائماً أتذكر لما عرضت عليهم المصاري يوم اللي ابنهم أكل هديك القتلة من حراس المطعم، بس هلأ طلعوا راسمين على أكبر من هيك، كل حساباتهم مختلفة عنا ومخططين لمشاريع أكبر، أكيد أكبر بكتير. يعني ماشي، أنا بعرف إنه بنتي غلطت وهو جوزك معه حق، بس ما بيصير لهالدرجة كمان يضل دائماً يحكي بالموضوع هيك. بعدين هن لساتهم عرسان وممكن إنه يتخانقوا أو يصير شي بيناتهم، والله أنا بخاف هيك. والله معك حق عمتي خديجة، شو بدي قلك؟ كوراي، انت عن جد ما فيك تلاقيه لأمير؟ دورت عليه بكل مكان، وين بدي لاقيه؟ عن جد ما بعرف وين بيكونوا راحوا. أمير مستحيل انه يأذيها لفريحة، صح؟ يا ربي لا تفهمني غلط، يعني فريحة راحت بدون رضاها، مشان هيك عم يخطر ببالي شغلات كتير. لا تخافي ابدا كلتو، أمير ما بيعمل بفريحة يلي عملته انا فيكي، لا تاكليها. خلينا ننسى امبارح، بكيفنا ولا مو بكيفنا صرنا قرايبين. أنا هلأ بس بدي لاقي أختي ومناوي أعمل شي بحدا. ليك اسمعني منيح، رح أرجع لك مرة تانية، أنا ما بعرف وين هنن أبدا، عم تفهمني؟ يعني عم تفهم حكي؟ فهمانك، بس لا تنسى عندكم لسه رفقات كتير. ليك أحسن لاقيهم أنا قبل ما تلاقيهم الشرطة، بلا ما نتبهدل أكتر لأنه انفضحنا بالجرائد. ليك صديقي، رح أرجع أقلك أنا ما بعرف وين مكانهم أبداً، وحتى لو كنت بعرف تفضل تلاقيهم الشرطة قبل ما تلاقيهم أنت. لازم روح الكلية. أنا جاي معك، وبدك تدلني على أي شخص بيعرفه الأمير. ليك أنا ما بعرف كيف أمير قدر ياخدها لفريحة، بس تأكد أنه ما بيأذي أختك. قلت لك جاي معك. مثل ما بدك، رح خليك تحكي مع كل معارف أمير، وبعدها بتتركنا بحالنا؟ بترككن بترككن. بعد هذا الشيء اللي صار على القليلة اثنيناتنا نأذينا من هالشي وانظلمنا سوا، ولو هاد الشي صار قبل هلأ يمكن كلياتنا ما كنا عم نعاني من هذا الوضع السيء. لك يا خانم، أي ظلم اللي عم تحكي عليه واللي عم تقولي إنه صار عليكن؟ ابنك أنتي هو اللي خطفها لبنتي. أنا اللي عم قوله إنه بنتك هي اللي ورا هي الفضيحة يا سيد رضا. لك يا خانم، ابنك هو اللي خطف بنتنا قدام العالم كله، هلأ نحن صرنا المسؤولين عن هالفضيحة هي؟ يعني ابني أنا مستحيل يخطف حدا بالغصب، وإذا هالشي ما كان مؤامرة مشتركة فيها العيلة مثل ما انعمل بكوراي، بحب إلكن إني صرت متأكدة هلأ إنه بنتكن هي اللي خططت لهذا الشي يصير. يا خانم اطلع حبيبي، انتبهي على حكيك منيح. بعدين أنت هلأ ليش عم تدخلي بنتي وصهري هيك بالقصة بدون سبب؟ آه؟ انت بالاصل ما بتعرفي ابنك، انت بتعرفي انه ابنك فات لهون على البيت مثل قطاعين الطرق؟ خديجة وقفي وقفي، لك انتو ناس لا عندكن شرف ولا احساس ولا حتى ضمير بنوب. اسمعني منيح يا رضا بيك، حاطت هالجريدة قدامك على الطاولة، والله اعلم شو قاعد عم تحسب هلأ. تعال نصفي هاي الشغلة قبل ما نتبهدل أكتر، اختار أي رقم بدك إياه لنزلوا على الشيك، ولاقي بنتك المجنونة وبعدين نقلعوا من هون، روحوا لوين ما بدكن. لك أنت شو هاللي عم تحكي؟
يعني لك تكون مفكر انك بتقدر تشتري شرف بنتي وكرامة عائلتنا المصرياتك الحقيرة؟ شو انت جاي على بيتي مشان تهيني يا قليل الشرف؟ قال كرامي قال شوف بالاخبار المكتوبة بالجريدة انت يعني يا دوبك تنشهر بقهوة الحارة، بس نحنا عنا اسم والاسم ما بيتحمل هيك فضيحة ابدا. لك اذا كان عندك اسم نحنا كمان عنا، اذا كانت عيلتك صراف بوغلو فنحنا عيلتنا يا الماس ابنك اللي خطف بنتي، وانت جاي هلا لحتى تحاسبني على اسم عيلتك يعني؟ يعني كان لازم انت تضبها لبنتك، ما حكيت هيك وقت حطيت بنتك طعم لابني ما هيك؟ انت شو عم تحكي له؟ واحد قليل الادب. لك بنتك هي يلي لعبت على ابني وضحكت عليه كمان، عندك خبر بهالشيء؟ انقلع انقلع من بيتي، يلا انقلع. قليل الادب لا تخلوني اقتلكم، يلا نلعب نلعب. خطتكم هي ما رح تنجح ونحن رح نتواجه. روح ايدك وما تعطيك. انتو ناس قليلين ضمير وما عندكم اخلاق كمان، ما بتخجلوا على حالكم؟ ادب. شايفة ابنك؟ شايفة على هالشكلات اللي علقنا معهم من كتر دلالنا لقلو؟ سمعتي الزلمة شو عم بيقول؟ لك شفتي كيف؟ قاعدين عم يخططوا ويرسموا على ابننا الاهبال. بعدين وفوق هذا الزلمة عم يطلع علينا بالعالي كمان. ايسون شو صاير؟ ناطور تبعكن عم يدعي انه ابني امير هو اللي خطف بنته. مو معقول. أمي لازم نطلع لعن جانسو لأنه إذا درية يعني لازم نلحقها بإبرة ضد الصدمات فوق. أخ يا أخي أخ، الله لا يوفقهم يا رب. عالجد هدول ناس ما بتحس ولا بتستحي، واللي بيشوفهم بيفكرن انه ناس محترمين واكابر. لك هدول ما بيحبوا غير المصاري وصايرين عم يعبدوها للمصاري كمان، وشكلوا قلبهم اتحجر كمان من حب المصاري. انا خليني لاقي بنتي بالاول، خليني لاقيها وبعدها رح حاسبهم لهدول الخنازير على كل كلمة قالوها بحق بنتي. الله ياخذهم وياخذ مصاريهم. المصاري قال. اخي دخيلك لوين رايح؟ انت لازم تتسطح وترتاح لك شوي. لا يا اختي خديجه لا، هالوقت ما هو وقت تسطيح وراحه ولا حتى مرض ابدا. رايح لعند الشرطه وبدي احكي لهم كل شيء صار معنا، مصايبنا اللي اجت من وراهم وعرضهم علينا بالمصاري وكمان طلعتهم علينا بالعالي. أخي طيب استنى محمد حتى يجي. هن فهموا إنه ابنهم رح يروح فيها فقاموا خبوه، وهن بدهم يحرقوا بنتي ويشوهوا لها سمعتها قدام العالم، بس ما حذروا. أنا ما رح أسمح لهم يعملوا هالشي أبدا. هن مو شايفين اللي بيعملوا أولادهم، بس شاطرين يحكوا على المساكين بناتنا. قلتي لي مساكين؟ يعني هلا بيني وبينك وخلينا صريحين عمي خديجة، نحن بناتنا كمان شاغلين مزبوط. هي بنتك صارت كنت نائب مجلس الشعب، وشو رأيك فريحة كمان تلف حواليه للولد شبكة وهو تلبس هالمحبس؟ بس صدقيني والله هالمرة أكيد محمد رح يصير مجرم. سهر أنا ما بشبه زهرة أبدا ولا بضرب حدا بلساني، ماشي؟ ديري بالك أنا بحرق اللي بدي إياه. لك جانسو خلص بقى، رح تمرضي إذا ضليتي عم تبكي هيك. خلص كل شي راح على الفاضي، راح كل شي انتهى بالنسبة لي. حبيبتي الكل عم بيدوروا عليهم وبالآخير رح يلاقوهم. حتى لو لاقوهم شو رح تفرق معي؟ طالما أمير جانن وصلت معه لدرجة إنه يختفى شو رح تفرق معي إذا لاقوهم؟ لك وقفي شوي وخدي نفس جانسو. يأسك هاد رح يأثر كتير على علاجك. على علاج؟ علاج شو هاد؟ هدول الأدوية ما عم يفعوا
تمنعوني بشي إذا أخذتن أو ما أخذتن. أنا حاسة حالي تعبانة كتير. اتصلي بدكتوري، اتصلي لي بدكتوري، خليه يوصف لي أدوية جديدة، قلي له إنه هدول أدوية ما عم يفيدوني بشي، خليه يوصف لي أدوية أقوى. جانسو أنتي مضطرة تصبري شوي، ما صار لك عم تاخديهم أسبوع وما في داعي إنك تغيري الدواء. بعدين لا تنسي حكي الدكتور، لأنه اللي عم تستعمليهم أقوى أدوية، ولكل شيء له وقت ما هيك؟ ولكل شيء له وقت مو هيك؟ وقت 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 شو هاد؟ الوقت ما أنا نافع لشي أبدا. أنا لازم أتصل بهاندا، هي الوحيدة اللي ممكن تساعدني. ما عم ترد علي، ما عم ترد. في بس وحدة ممكن تساعدني وهي كمان ما عم ترد. أنا رح روح على الكلية، لازم شوفها لهاندا، هي بتعرف معلومات أكتر مني. استني دقيقة جانسو، بالأول لازم تاخدي أدويتك. ما عم استوعب كيف أمير عمل هيك شيء، يعني خطف البنات مو من عادته. قلة أدب. حتى أمي اتصلت من سويسرا وقالت إنه عرفت من النت. عم تقول معقول أمير خطف بنت الناطور؟ أنتوا منتبهين شو عم تقول هديك الوقحة؟ عم تقول إنه أمير هو اللي خطفني ما هيك؟ شوفوا مين إجا. هاد الشاب بيكون أخوه لفريحة. يعني هو بيكون شو بيعرفني شو بيسموها بعلاقات القرابة؟ أنا عم دور على رفيقكم، حدا عنده أي فكرة وين ممكن يكون؟ ليش شو حضرتك شرطي؟ هو خطف أختي. ليك محمد، ما حدا بيعرف شي، خلينا نروح. وقف وقف، إذا بدك أنا بعرف كم شغلة. بعرف أختك أي نوع من البنات. اسمعيني منيح، لو ما كنت بنت كنت مسحت الأرض فيك. هاي خليك محترم أحسن لك. أمير كان بده يضحك على فريحة ويزبتها، بس أختك لعبتها مزبوط. شكله البنات عندكم بالعيلة بيعرفوا يلعبوا منيح. أنا بدي أحكي مثل العالم. ما رح أحكي بنوب. أنتوا هلأ عم تبكوا دموع التمسيح، بس أصلاً أختك الحقيرة كانت لعبة بإيدين أمير. رسولي اهدى محمد، اهدى محمد. محمد شو عم يصير هون؟ تعال امشي معي. ضيعجية. هاندا تو مرتاح بس زعلانة ومجروح. احنا بمكان كتير حلو، بس يا ريت لو كل هالاحداث ما صارت معنا وكنا هون بارادتنا. يا ريت لو كان فيني اترك حالي لإلك. رح يجي وقته وتتركي حالك فريحة، ونحنا معنا وقت قد ما بدك، ورح نضل حتى نحط كل شي بمكانه المناسب. انت عن جد مآمن بهالشي؟ طلوا على حالتنا، نحن صرنا خبر بالجرايد وما بعرف شو وضع أهلي ابنه، حتى ما عندي القوة لأسمع صوته. وقت اللي نرجع رح يكون كل شيء مختلف. الخوف يلي فينا والغضب والحقد رح يتحولوا لقوة إلنا، وإذا آمنا بهالشي هن رح يآمنوا. صدقيني. صرنا علكة بتم كل الطلاب، والمي ماشية من تحتنا،
قصتنا صارت بالجرايد، رح نصير حديث الحارة والجامعة وكل العالم. انت اترك حكي العالم هلا، طلع على حالك شوي. اختي انخطفت يا استاذ، كيف بدك ياني طلع على حالي؟ امير هو اللي خطف فريحة وانت ما لك اي ذنب. ليك لو كانت ظروفنا مختلفة كنت حكيت معك بطريقة مختلفة، ومن هداك اليوم بس مشان ما صادفك بالطريق ما رحت لبيت امي. لا تنسى انك ضربتها لفريحة، وهذا الشيء يا محمد مستحيل انه ينتسى بسهولة. هي خدعتنا استاذ، كانت معه. ليك حتى الحكي فيه صعب علي، فريحة غلطت استاذ، هي غلطت بحقنا كتير. وانتو شو عملتوا؟ ولا انت ضربتها وأهنتها وكان بدكم تبعتوها على الضيعة، وخدتوا قرارات مصيرية بحياتها، قرارات كلها غلط. استاذ انا احترامي لك ما له حدود، وهلا ما فيني احكي لك شو اللي تحملناه انا وابي. انا كتير انجرحت وما فيني هلا اشرح لك كيف نحن منشوف هاي القصص. لا تواخذني استاذ. معقول المي ماشيه من تحتي؟ ما عم افهم على هالعيله، مره امير ومره كوراي. انا ما عاد فهماني شي بنوب. جانسو، هي اول مره بحياتي ما بفهم شو عم بيصير. والاحلى كوراي طلع اسرع من امير كمان، شو هالحب هاد؟ حب؟ ببصم لك بالعشرة انه كوراي ما بيحب هديك البنت، واكيد في قصة، لازم يكون في قصة. هاندا تعرفي شو؟ نحن فينا نعرف شو اللي خلى كوراي يتزوج هيك وحدة، بس اذا ساعدتك انت فيكي كمان تساعديني؟ انت شو بدك؟ يعني صار في كتير سوء تفاهم بيني وبين امير. ماشي انتو كمان صار معاكم نفس الشي، بس هو ما تركك وسامحك كمان، ولازم امير يسامحني. بس يرجع امير، في مجال تساعديني لحتى تتحسن علاقتنا؟ طيب انت كيف بدك تساعديني؟ بعرف وحدة فيها تساعدك، بس بالمقابل بدك تدفعي لمصاري. ما شاء الله عليكي يا بنتي، باينتك شاطرة كتير بالطبخ. هيك زبطين؟ ايه زبطين. هاي اللي بتحبك ما رح تتركك جوعان، خد هالبنت خدها. ايه لا تطلع، ما فيني اشتغل. خليني ادوق لها شوف طعمتها. هاي عجينة كيف بده يكون طعمتها؟ خلي كوريزار قولي له نزع لي العجينة. هالولد الملعون طالع بيشبه روحي كتير. ترك ولا بضربك؟ ها على أيام الشباب الدلال دائما له طعمه ما بينتسى أبدا. ها والله يا جولفيدان، أنا بحياتي ما شفت هيك ناس قلبهم متحجر وما بيحسوا بحدا أبدا. والله أنا خجلت كتير من الحكي اللي كانوا عم يقولوا، بس هن ما كانوا سائلين ولا على بالهم. إيه المصاري ما بتعمل البني آدم يا أختي. والله أنا كل اللي حارق لي قلبي هو قلة حظ المسكين أخي يا جولفيدان. لا لا أكيد رح تخلص مصايبهم، والله أنا حاسة من جواتي إنه رح تخلص نهائيا. أكيد في سحر بهذا البيت ورح نلاقيه، وبس نلاقيه تذكري إني قلتلك. إيه يعني هالمصايب اللي عم بتحل عليهم من وين لك؟ انتي هيك قولتك جولفيدان؟ ايه في سحر، بس نحن قلبنا البيت فوقاني تحتاني، وين بيكون؟ تابعوا تابعوا الحماس عم بيزيد. انا شايفة انك ما عم بتخافي بالمرة سهر خانم. لانه انتو هيك اخدين القصة جد هالمرة، يعني لو كان الشغل بالسحر وغيره بدل ما اروح ساوي لبنات العيلة سحر ليلى وعرسان كنت ساويت لحالي. استغفرك يا ربي، يعني ليش الكذب لك؟ هاي كلتوم صارت كنت نائب مجلس الشعب. خلي عمتي تحكي لك جولفيدان خانم. كلتوم قاعدة بفيلا مثل القصر، والتانية هربت مع واحد من الطبقة المخملية. أخي
اخي امانه ما تؤاخذنا، هي من ال أخي. ليكون بدك تسأليني وين العشاء؟ فوتي لجوا. مو أنا، هي اللي بدها. الحقيرة شو عملت لتجوزت كوراي؟ بدك تخبريني كل شي بتعرفي. بما أنك سألتيني عن شي أنا بعرفه، هالأغلب بتكون جانسو قالت لك إنه أي كلمة رح تطلع من تمي إلى تمن. يعني هلأ هالبنت الفصعونة كلتوم الضياعجية البريئة، والله طلعت أذكى من فريحة، ضربت الهدف دغري. هي بليلة راس السنة خدعته لكوراي ونامت بحضنه، وطبعا بعدين هي حاولت إنها تنتحر، قام الخبر انتشر، ولما محمد عرف حمل هالسكينة وراح لحتى يفرمه للعريس، ومن خوفه راح فورا كتب كتابه عليها. لكن هيك صارت القصة، وأنا كراوية للحكاية شو بيطلع لي؟ إيه، كم سنة صار لنا متزوجين روحي؟ 55 سنة. صح، هدول عمر لحالهم؟ ايه عمر 55 سنة وعمر واحد وقلب واحد. ايه لا تخلوا هلأ يخدعكم بحكيه الحلو هاد، هو ما كان مقصر معي بوقته، يعني كان مجنني ومطير لي عقلي. انتوا لا تطلعوا على حكي هاد، شو يعني قليل الرقد اللي رقدتني يا وراها. الله عليك يا روحي، الله عليك، باين عليكم كثير مبسوطين. اه يا بنتي الحلوة، السعادة، السعادة ما بتقدري تقارنيها حتى مع الحب. لو كان سبب سعادتك او حتى سبب تعاستك، ما في غير الحبيب، الحبيب، الحبيب وبس. ما في غير الحبيب، حبيب. قلبي مجروح ومرها مجروح، ما في الا الحبيب، ما في إلا كوليزار. آه منك يا روحي بك. آه.